السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم طلاب؟ سنة سعيدة إن شاء الله، عطلة سعيدة قضيتوها. اليوم راح نبدأ وياكم أول محاضرة في أول السنة. مثل ما تعرفون هي هاي السنة استثنائية بعد اللي صار السنة اللي سابقة، ما راح نعرف شلون راح تكمل هاي السنة، إنه راح تكمل أونلاين، راح يصير حضوري، راح يصير اي تغييرات اي بالمنهج راح نبلغكم كل شيء بوقته. بس حاليا اللي مبلغين به انه المحاضرات تكون اونلاين، والعملي اللي هو ايام محدده راح تكونون بالمستشفى او بالكليه ايام محدده، يوم او يومين بالاسبوع. نبدا اليوم اول محاضره راح نبدي بها ان شاء الله. قبل لا نبدا المحاضره، تسمعون صوتي؟ اللي يسمع صوتي بوضوح، اللي عنده مشكله هاي يقدر يكتب بالشات اي عنده ملاحظه او فد شيء. تسمعوني؟ مثل ما قلنا اول ما نبدا من المحاضره اليوم راح نبدي بدايه نعطيكم على المنهاج قبل لا نبدا المحاضره مال نحب نقول لكم انه هاي المحاضره مسجله، وان شاء الله ورا ما تكمل المحاضره نعطيكم الرابط مال التسجيل. فاي طالب اثناء المحاضره يفقد الاتصال بالانترنت او اي مشكله تواجهه ان شاء الله راح تنزل المحاضره كامله. مثل ما قلنا بالبدايه راح نعرفكم على المنهاج او السيلبس اللي راح تاخذوه خلال هاي السنه. هسه هذا قدامنا تشوفوه، هاي جدول محاضرات فيما يخص ماده الجراحه العامه. اول محاضره هي اليوم راح نعطيها تبدا بانترودكشن عن الجنرال سيرجري، ونبدا مبسطه عن موضوع الشوك. وبعدين ان شاء الله على الاسبوع القادم راح ندي محاضره على الهيموراج اند بلاد ترانسفيوجن. وراها راح يبدي وياكم دكتور حيدر ماجد محاضره عن الفلويد ديستربنس، وايضا هي همنا مرتبطه مع الشوك وشلون نسوي ريسستيشن للبيشنت اللي شوك بيشنت. محاضره ايضا عن النيوتريشن وعن الاجزاء النيوتريشن، محاضرة عن الميتابوليك ريسبونس تو انجري يعطيكم اياها دكتور رحمان الجنابي. محاضرة يكمل ويرجع وياكم دكتور حيدر ماجد محاضرة عن التروما. دكتور صدام اللي هو اخصائي جراحة اللي تعرفونه راح يعطيكم محاضرة عن الحروق عن البيرن. وبعدين دكتور سيف يعطيكم محاضرة عن الوند تيشو ريبير اند سكار. ارجع بعدين وياكم انا يعطيكم محاضرة عن الاستراليزيشن طرق التعقيم بالعمليات. بعدين دكتور علي العيدي يعطيكم محاضره عن السيرجيكال انستموسيس، محاضره عن السيرجيكال انفكشن، عندكم محاضره عن سكن تيومر. كل من المحاضرات هي نبذه مختصره عن هذه المواضيع بالسكن تيومر، ما راح نتوسع بالسيرجيكال انفكشن، ما راح نتوسع باشياء مطوله وديتيلز هوايه، اشياء مبسطه بما يتلائم مع يعني مرحلتكم الدراسيه. محاضره عن الترانسبلانت ايضا يعطيكم اياها دكتور رحمن الجنابي، وبعدين يكمل وياكم محاضره على الاونكولوجي. وبعدين محاضره يقدمها دكتور سيف انوار عن البري اند بوست اوبرتيف كير، واخرا محاضره من دكتور علي العيبي على الباسكولار سيرجري. مثل ما تقول يعني تعرفون انه هاي المحاضرات راح تكون اونلاين. اكو ملاحظات مهمه نحب ناكد عليها هذه السنه. اولا هاي السنه احتمال انه حسب الظروف الجائحه وحسب الظروف ممكن تستمر اونلاين. مهم جدا اكو اشياء مثلا جزء ما ركزنا عليها العام لان كانت تجربه جديده. من الملاحظات المهمه هذه السنه هي الحضور، الحضور مهم جدا. كل محاضره ينزل رابط حضور سواء محاضره الجراحه او اي ماده اخرى. هذا الرابط ممكن ينزل ربع ساعه نص ساعه حسب الاستاذ وحسب الماده. هذا الحضور راح يسجل ويرسل تباعا الى العماده والرئاسه، وعليه مثل ما تعرفون قوانين اللي غياب 10% اللي غياب حسب الماده وكم ساعاتها، غياب 10% غياب 20% توصل من انذار ولفت نظر حتى ممكن ان توصل الى الفصل. فلهذا ناكد ونرجع ناكد على اهميه تسجيل الحضور حتى وان كان ممكن حسب الاستاذ ممكن يسوي لكم كويز او امتحان بسيط اثناء المحاضره، هذا ما يعوض عن استمارات الحضور، لان استمارات الحضور هذه السنه تكون مركزيه
لكل ماده استماره حضور، يعني من يم استماره حضور اني انزلها في مادتي في محاضرتي راح توصل لكل قسم الجراحه، فما اقدر بعد اتلاعب بها او اغير. فلهذا نقدر نرجع ناكد ان المحاضره تسجيل الحضور مهم جدا هذه السنه. اذا عندكم اي سؤال. إذا عندكم أي سؤال خلال المحاضرة ممكن تقدرون أي وقت طالب يرفع إيده، و أكو هاي إذا تعرفونه موجود هاي الريز هاند، حتى إذا عندكم أي إشكال أي محاضرة ممكن نتواصل وياكم. فراح نبلش ويا محاضرتنا اليوم. أنا مثل ما عرفتوا شفته موجود شفتوه بالكلاس، أنا المحاضرة نزلتها اليوم الفجر، المحاضرة اللي نزلتها اليوم الفجر على شكل PDF، يعني موضوع مبسط. هي أول شيء نبدأ على الجنرال سيرجري، على الانترودكشن على الجنرال سيرجري، وموضوع عن الشوك. وهسه راح نعطيكم على شكل باوربوينت، بس يعني هذا مو يعوض عن المحاضرة، بالعكس هو شيء مكمل وجزء من عدها. يعني مو اللي يقول أنا يعني الباوربوينت نقراه هو كافي، لا، أكو معلومات مختصره ما موجوده بالباوربوينت، موجوده بالبي دي اف. فيعني بعض الاحيان هواي نتكرر هذا السؤال، المحاضرات الباوربوينت والبي دي اف اثنيناتهم مطلوبات من عندكم. نبدا اي موضوع، نبدا كديفينيشن. ديفينيشن السيرجري هو برانش اوف ميديسن، ومثل ما تعرفون انه هنا ميديسن يقصد برانش اوف ميديسن، يعني جزء يعني فرع من الطب، مو فرع من الباطنيه. هنا ميديسن هي ميديسن تجي مرات باطنيه ومرات تجي معناها طب. فالسيرجري از برانش اوف ميديسن ذات ديلز وذ فيزيكال مانيبيوليشن اوف ذا بودي ستراكشر تو دايجنوز تو بريفنت اور كيور ان ايلمنت. فالسيرجري بعض الاحيان نستخدمها يعني طريقة للتشخيص، بعض الأحيان إحنا نجرى عملية نوصل مرحلة إنه نسوي يعني لابراتومي من أجل أن نشخص، مو إنه إحنا واصلين نتيجة. بعض الأحيان إنه المريض مشخص وعنده فد مشكلة نحاول نمنع حدوث هاي المشكلة، أو بعض الأحيان إنه المريض عنده هاي المشكلة وعنده هاي المرض نحاول نعالجه ونحل هاي المشكلة. فأي طريقة علاج تستخدم طريقة جراحية عن طريق يعني نقدر نقول انفيزيف بروسيجر تعتبر سيرجري. الجزء الثاني واللي هو القسم الثاني هو الميديكال، واللي هو اللي يستخدم طريقه الادويه والعقاقير. نبدا كهيستوري مبسط عن السيرجري. اول ما بدات السيرجري ذا فيرست سيرجيكال تكنيك وير ديفلوبد تو تريت انجري اند تروما. اول ما بدات السيرجري ما كان انه عمليات فتح بطن وفتح صدر، لا، كانت مباشر مجرد انه معالجه الحوادث وال يعني اذا جرح او كسر. في البدايه سوتشرنج اوف لاسريشن اند اولسو امبوتيتنج اوف انسلفجبل لمب اند دريننج اند كوترايزيشن اوف ذا اوبن ووند. اول ذا سيرجري كسيرجري اللي معروفه من يعني كمصطلحنا السيرجري هي بارو هول اور كرانيوتومي، يعني 12000 سنه قبل الميلاد. من الاشياء اللي كانت موجوده قبل ونستخدمها يعني تعتبر من فروع السيرجري هي سيتنج اوف بون سبليتنج انترامدولار فيكسيشن، كانوا يستخدمون يعني قطع خشبيه، وهذا موجود بالكتب الاسبانيه. ايضا ادخال ماده التخدير هذا مهم جدا في تطور ماده الجراحه، لان بدون التخدير هو من العمليه من الصعوبه ان تجرى. Why we need to perform surgery. A French surgeon واللي هو named Ambrose قسم الاسباب اللي نحتاجها على مود هاي يعني اشياء اللي هيستوريكال، يعني فانه خمس اسباب نيد تو بيرفورم سيرجري. اولا اليمنت ذات ويتش از سوبر فلوس، يعني في شيء مشور نحاول نعالجه. ريستور ويتش يعني ويتش هاز بين ديستوكيتد، يعني هذا ديستوكيشن معناها من في شيء خلع، في شيء نرجع طبيعته. سيبريت ذات ويتش هاز بين يونايتد، بعض الاحيان يصير دمج او اتحاد بين اجزاء من الاعضاء من الجسم فتحتاج انه نسوي فصل. وأولسو يعني بالعكس مثل ما نفس نربط الاجزاء اللي انفصلت و repair of the defect nature. سابقا من كنا نقوم كانوا يعني بالتاريخ من يقومون بالعمليات اكو كانت ثلاث مشاكل تواجهنا باجراء العمليه.
اولا هي البين، لان قبل مثل ما قلنا بالبدايه انه ماكو انستيزيا. ثانيا البليدنج، لان ما كان عندهم الطرق لايقاف البليدنج سواء اثناء العمليه او بعد العمليه، وايضا بعد اجراء العمليه ما كان عندكم في فتره قبل ذات الحيويه، فكانت من المشاكل اللي تواجههم هي الانفكشن. فذني كان اكثر ثلاث معضلات، ولهذا كانت يعني جنرال سيرجري في فتره ما قبل يعني التطور والحداثه كانت يعني شيء في فيتال بعض الاحيان، يوصل يعني مجازفه يعني نسبه النجاح ونسبه توصل الى حتى 1% فقط. لكن ادفانسز ان فيلد اوف يعني هاي الثلاث فروع بعد ان حلت هاي المشكله حولت السيرجري الى يعني فد ارت مهم جدا لحل الكثير من المشكلات والمعضلات التي تواجه المريض. مثل ما هي قلنا نعيدها، advances in this field واللي هي قلناها الـ pain والـ bleeding والـ infection transform the surgery from the risky art into the scientific capable of treating many diseases. النقاط اللي أدخلت هذه التطورات وحولت الـ surgery إلى نقلة نوعية مهمة، أول شيء with introduction of the X-ray, CT scan, MRI and other procedure that important to diagnose the patient before يعني within the preparation of the surgeon. Also discovery of anesthesia. Without anesthesia any surgeon cannot work properly and exactly. With anesthesia the patient is anesthetized, no pain, no movement. It's very important part يعني in the surgeon. And also understanding of the blood clotting and controlling of the intraoperative hemostasis. سواء intraoperative hemostasis إنه يعني during surgery صار عنده hemostasis or all أو أصلاً هو المريض يعني إجى بسبب trauma أو fall from height يعني هو complaint مالته كان bleeding. النقطة الأخيرة هي development of antibiotic and antiseptic. وهذا مهم بالpost operative care. بعض الأحيان إحنا عملية وتجرى وبدقة ونجاح جيد، لكن نواجه إنه ممكن يصير إنفكشن التهاب بعد العملية ممكن يؤذي المريض وممكن حتى يوصل إلى الوفاة. هاي واحدة من الصور على تطور صالة العمليات وال يعني well equipped operation theater. الإضاءة الجيدة، الإنسترومنت الموجودة، التكنيك من سيت ومراي وحوسبة، كل هذه الاشياء وبعض الاشياء احدث بعد دخلت مثلا الليزر سيرجري الروبوتك سيرجري، كل هذا يقدم ويقدم بعد اكثر في تطور علم الجراحه. شنو الاشياء هاي هسه ان شاء الله هم تاخذوها بالعملي، شنو الاشياء اللي احنا اغلب الاحيان ندخل نسوي عمليه من اجلها؟ هذه الاشياء اما انه اكو تروما او اناتوميكال ديس اوردر، المريض من الولاده مثلا عنده تشوه ولادي، أو disorder of functioning some organ of the body not functioning well that need to operation to يعني restore this function. Inflammation occur, this inflammation either from the infection with sepsis or inflammation due to other inflammatory disease. Ischemia or infarction occur due to يعني thrombosis due to any cause due to trauma that may affect the arterial system of the body. Metabolic disorder which is maybe يعني congenitally or due to other causes. Neoplasia يعني tumor that occur in the body and need surgical manipulation whether this tumor is benign or malignant. Cyst and also the cyst may be يعني like neoplasia may be benign or malignant. Hypertrophy and hyperplasia. ويعني همنا اريد منكم كل سؤال انه تفرقوا لي شنو الفرق بين الهايبرتروفي والهايبربليزيا، وهذا ان شاء الله بالمحاضره الجايه نناقش اي طلاب يجاوبوني الفرق بين هايبرتروفي والهايبربليزيا. انواع السيرجري، ومثل ما مذكور بالمحاضره تطور السيرجري وصارت انواع كثيره كلش، فصار بها كلاسيفيكيشن، وهم من الكلاسيفيكيشن يعتمد على different type of classification. أولا الـ classification اللي يعتمد على التايمينج الوقت اللي إجراء العملية، وهذا راح تنقسم العمليات إلى ثلاث أجزاء. أولا elective surgery. Elective معناها يعني
يعني مؤجله او باختيار، يعني مريض عنده مثلا عنده عمليه تجميليه، عنده عمليه، هاي العمليه ممكن تسويها اليوم، ممكن تسويها بعد سنه، ممكن تسويها بعد شهر، حسب اختيار المريض. ماكو حاله طارئه وتقول انه الا لازم اليوم نسوي العمليه، فلهذا تسمى الكتف. النوع الثاني اللي هو امرجنسي سيرجري، اللي هي عمليه طارئه نتيجه انه مريض تعرض للحادث، بحيث انه اذا تاخرت العمليه عن الوقت المناسب للعمليه قد تصل الى الوفاه، اذا مثلا يعني تروما كبيره، او بعض الاحيان فقدان عضو. بعض الاحيان مثلا تروما تو ذا ارم، تروما تو ذا اي، اذا تاخر سوي العمليه ما راح توصل الوفاه، لكن توصل مرحله انه يفقد هذا العضو. فهذا المرحله انه امرجنسي. والامرجنسي هم تتقسم يعني حسب، اكو توب امرجنسي، اكو مرات عمليه لازم وذن دقائق وذن مينت وذن اورز، او اكو عمليات ممكن وذن دايز، 2 دايز او 3 دايز. المهم انه محددين بليمت، انه هذا الليمت اذا عبرنا ممكن نخسر في الجزء او نخسر المريض بكل. الكلاسيفيكيشن الثاني on the purpose of the surgery. And according to this classification, sometimes we do مثلا laparotomy or endoscopic nasal surgery to يعني مثل ما قلناها بالمحاضرة، بداية المحاضرة، صعب بعض الأحيان إنه نستخدم السيرجري for diagnosis. هذا مثل يسمونه exploratory surgery، وهذا شائع وموجود لحد الآن. بعض الأحيان بعض المريض عنده أعراض hidden ما قدرنا نوصلها لا بالinvestigation ولا يعني بكافة الفحوصات سي تي ام ار اي، ما وصلنا للنتيجة نوصل مرحلة انه نفتح ونسوي لابراتومي من اجل ان نوصل للتشخيص. يعني احنا لحد ما سوينا العملية احنا ما واصلين للتشخيص، فهذا يسمونه اكسبلورتوري. بينما النوع الثاني هو الكيوريتيف، لا، انه احنا عندنا الدايجنوسيس ونعرفه وريد نحل هذا الدايجنوسيس، سواء انه كيوريتيف او بريفنت بروبلم، فهذا النوع الثاني غير الاكسبلورتوري. And also based هاي كلها مذكورة بالمحاضرة اللي دزيتكم اياها PDF. According to the type of the procedure, according to the degree of the invasiveness. Sometimes اكو بعض العمليات تجرى عن طريق فتحة بسيطة لا تتجاوز الواحد سنتي، اللي هي laparoscopic او endoscopic حسب المكان تنقسم. Also classification may be based on the body part, like انه surgery done for the brain يسمونه different from the surgery done for the heart. مثلا cardiac surgery جماعة الكسور والعظام، orthopedic surgery عمليات الجهاز الهضمي يسمونها GIT surgery. وكل قسم إلى classification واحد يختلف. وأيضا هسه صار يعني مع التطور صار subdivision، يعني مثلا باختصاص يعني اختصاص الأنف والأذن والحنجرة، مثل ما تعرفون هو متكون من أنف وأذن وحنجرة. الآن حتى في بعض الدول وصل إنه صار الأذن اختصاص واحد والأنف اختصاص واحد والحنجرة اختصاص واحد. فهذا كلها لأن مع زيادة التطور وزيادة العمليات المجرات ممكن أن يكون كل قسم على حدة. والكلاسيفيكيشن الأخير هنا اللي مذكور according to the equipment used. وهاي الإكويبمنت مثل ما قلنا مع التطور ممكن أقول إحنا عمليات نسميها ليزر سيرجري، اللي نستخدم بها الليزر كالأداة المهمة بالعملية. أكو العمليات الحديثة وحد الآن يعني حتى موجودة ودخلت العراق اللي يسموها روبوتك سيرجري، يعني السيرجن done the operation with robot، يعني not by يعني directly by his hand with robotic surgery. And this is very important in deal with the يعني delicate manipulation of the tissue. خلصنا موضوع ال introduction of the surgery. هسه نجي على موضوع الشوك. والشوك ليش خليناه أول محاضرة بالجنرال سيرجري؟ الشوك is يعني هو تعريفه هو acute circulatory failure resulting in low tissue perfusion، قلة وصول الدم إلى الأعضاء. وقلة وصول الدم إلى هذه الأعضاء مهم ولأسباب هواية. ممكن إنه بسبب دم قليل، هسه راح نجي على أنواع والكوز أوف ذا شوك. المهم التعريف والنتيجة النهائية هو low tissue perfusion، وهذا low tissue perfusion راح يسوي يعني يوصل مرحلة إلى inadequate tissue perfusion inadequate for normal cellular respiration. Inadequate normal cellular respiration result in low glucose, low blood, low oxygen reach to the cell. This will shift
the metabolic response of the cell from the يعني because of this low tissue perfusion from aerobic to anaerobic with the increased time of anaerobic metabolism of the cell. This is يعني the pathophysiology of the shock. An increased waste product with accumulation of the waste product. This may affect body system, body function, and even can reach to death. التعريف الثاني كمختصر is hypoperfusion that cannot meet metabolic demand of the body or حتى على cellular يعني role metabolic demand of the cell. من تلقون محاضرات إذا محاضرات تشوفون سابقة تلقون كتب تلقون أكو أكثر من classification للشوك. مرات تلقون الشوك مقسمين إلى 3 أو 4 أنواع، مرات تلقين مقسمين إلى 6 أو 7 أو حتى 9 أو 10 أنواع. يختلف كلاسيفيكيشن على كلاسيفيكيشن، مرات كل مجموع كل نوعين او ثلاثه يندمج نوع واحد، ومرات لا يقسموهم. فيعني اي نوع اي كلاسيفيكيشن هو قابل للاستخدام، المهم تفهم ميكانيزم او الديفرنس بين كلاس اند فروم اذر كلاس. ذا فيرست وان ويتش از ذا موست امبورتنت وان هو الهايبوفوليميك شوك. كمختصر هو يعني موجود بالمحاضره مشروح. It is caused by too little blood volume. انه احنا مثل ما قلنا هي التعريف الشوك هو الهايبوبرفيوجن. هنا انا بالهايبوفوليميك شوك انه الهايبوبرفيوجن ليش؟ انه قله وصول الدم للاجزاء لان اصلا الدم قليل، وهذا الدم قليل نتيجه نزف. مرات يسمونه هايبوفوليميك شوك، وله اسم ثاني يسمونه هيموراجيك شوك، which is the most common type. النوع الثاني هو الكارديوجينيك شوك. كارديوجينيك شوك يختلف عن الهايبوفوليميك شوك. بلاد كوانتيتي كامونت اوف ذا بلاد ان ذا بودي از ذا سيم، لكن الهارت البامبنج فانكشن اوف ذا هارت از افكتد. سو ماني كوزز او ماني كونديشن ذات افكت ذا كاردييك فانكشن ليد تو كارديوجينيك شوك. السيبتيك شوك. السيبتيك شوك ات از يعني انتيتي سام تايمز ات از يعني يو الكلاسيفيكيشن الواحده، وبعض الاحيان ممكن السبتيك شوك والانفلكتيك شوك ينجمع ضمن مجموعه واحده يسمونها ديستريبيوتيف شوك. هذا النوع انه البلد كميته طبيعيه، الهارت شغله طبيعي، ماكو اني هيموراج، لكن ديو تو توكسين باي ذا يعني بكتيريا او اني كوز اوف ذا سبسيس ليد تو فازو دايليتيشن. ذيس فازو دايليتيشن ليد تو يعني مثل ما هو قلنا اسمه اللي يعني هو سب ديفيجن اوف كلاس يسمونه ديستريبيوتيف شوك، انه يصير توزيع الاولاد على كميه مساحه اكبر، فلهذا يقل البرفيوجن للفايتال اورجان. الاوبستركتيف شوك هذا مثل من اسمه اوبستركتيف يعني اكو ميكانيكال اوبستركشن ذات يعني افكت ذا بلاد ريتش تو ذا ذيس فايتال اورجان. وذيس از ميبي يعني pressure on the مثلا inferior vena cava, pressure on the aorta, pressure on any artery that lead to the obstructive and prevent blood to reach this vital organ. And other type is the neurogenic shock. Neurogenic shock caused by يعني affected sympathetic response of the body to the يعني hypotension, and this mostly occur due to nervous injury, especially in the spinal cord, in the cervical and the thoracic area. نجي على المين and the most important type واللي هو قلنا نسميه hypovolemic shock او هو نسميه hemorrhagic shock. هو يعني كميه من substantial hemorrhage that occur acutely in patient that lead to hypovolemia ولهذا نسميه hypovolemic shock and affect the blood reach or blood perfusion to vital organ. لا يعني السلام عليكم. عليكم السلام. As you know يعني in the general surgery sometimes يعني احنا مثل ما نقول hypovolemic shock or hemorrhagic shock نزلت شيء واضح وبين بحيث الاخصائي يشوفه بعينه ويقدر يمنعه. بعض الاحيان اكو مناطق هيدن بحيث انه قدامنا الامور كلها زينه لكن اكو بليدنج وهيوج بليدنج لكن ويوصل البيشنت انه شوك بدون اي علامات يعني
نزف واضح قدامنا. وهاي المناطق اللي هن قلنا اكثر خمس مناطق اللي ممكن يصير bleeding يعني invisible اللي هو اصلا within the lung واللي هنسميه hemothorax, within the peritoneum يعني within the abdomen نسميه hemoperitoneum, pelvic fracture, pelvic any يعني organ have a space around. So bleeding may occur in these spaces without visible bleeding. Sometimes in pelvic fracture there is a huge amount of the bleeding without the visible or external bleeding. Also in long bone fracture, sometimes in femur fracture, sometimes patient with femur fracture externally يعني no visible bleeding, but the patient bleeding may huge amount internal bleeding within the tissue around the bone that reach to the shock and even death. And also this is اللي هو المعروف out of the patient body from the wound. Sometimes the bleeding from this wound cannot be يعني accurately يعني managed because مثلا يعني bleeding from the another area before reaching to the hospital cannot يعني classify severity of this bleeding. وايضا الجريدنج اوف ذا سيفيريتي اوف ذا الشوك بيست اون 3 اكوردنج تو ذا بلاد لوس راح نقسمها الى كومبنسيتد شوك هو شوك وبيشنت يوصل مرحله انه هايبوفوليميك لكن البادي ريسبونس يصير تو ذس هايبوفوليميا ريش تو ذا كومبنسيشن تو ذس شوك اند اولسو سو ذا بيشنت ستيل كامات يعني ستيل اليرت ستيل اويرنس نو لوز اوف كونشسنس. النوع الثاني هو uncompensated shock اللي if the bleeding continue without treatment so body response to the trauma the body response to trauma affected so need to uncompensated and the most dangerous one is the lethal exsanguination. This is مثل as its name lethal or fatal so can lead to death and in the lecture this يعني according each class compensated if the loss of the blood less than 20% uncompensated if there is the loss of the blood between 20% to 40% and if the loss of the blood more than 40% can lead to the fatal. So the details of each class is present in the PDF lecture. Clinical feature of the hemorrhagic shock. واحنا هنا نركز انه اللي نحكي عن الهيموروجيك شوك لان الكلينيكال فيتشر لايتش سب كلاس اوف ذا شوك كان بي ديفرنت اند ذس از امبورتنت تو يعني ديفرنشيت بتوين ايتش كلاس. ذيس ذا موست امبورتنت از تاكيكارديا, هايبوتنشن, اكسسيف سويتنج, ثيرست يعني بيشنت يعني يحس بالعطش, سكين بيلر يعني تحس بيل بيكوز البادي ريسبونس اوف ذا تو ذا تروما تو ذا بليدنج ذا بادي شيفت ذا بلاد فروم ذا سكين تو ذا انترنال اورجان سو ميك ذا سكين بيلر, ديكريز يورين اوتبوت اند اولسو ذا امبورتنت اند سيمبتوم ذات نيسيسيت يعني ذا سيفيريتي اوف ذا bleeding is the development of the cerebral يعني septum including confusion, agitation and depressed level of the consciousness. من ان شاء الله خلال ما راح تاخذون بالعملي راح تفرقون بين الساين والسيبتم. السيبتم اللي يعني تظهر على المريض اللي تطلع اللي المريض يحكيها والسبت والساين لا اللي الاخصائي او الطبيب او اللي يكتشفها عن طريق الفحوصات عن طريق واحدة من العلامات المهمة يعني الفحوصات المهمة اللي نجريها يعني للشوك أو الجرح هي مو يعني كيف شيء إنديكيتر وتشخص لنا نوع أو سيفيريتي أوف ذا أوف ذا شوك لكن تجرى بعض الأحيان وتفيد في نقاط معينة. والكابيلري فيلينج as in the picture is by press on the by thumb يعني of the senior on the nail of the patient and remove the finger and يعني with the pressure there is راح يصير بيل النيل راح يصير بيل بعدين with removal of the finger refilling راح يرجع البلاد. هاي الطبيعي النورمال هو اقل من 2 seconds. اذا صار delayed
هذا انه معناه البيشنت هايبوتنشن وممكن واحده من العلامات المهمه بالشوك، وهي ايضا ما راح توجد بكل انواع الشوك، ولهذا احنا يعني من الاشياء المطلوبه ان شاء الله بالمحاضره الجايه انه بالسبتك شوك شنو اللي راح يصير الكابيلري ريفل. تاكيكارديا هي من الامبورتنت سيمبتوم اوف ذا شوك، بات اولسو مثل ما قلنا not always present in the shock. Sometimes according to the subclassification of the shock in different type of the shock, maybe not يعني presentate with the tachycardia and even in hypovolemic or hemorrhagic shock اللي mostly يعني most of the time present with the tachycardia. Sometimes this tachycardia it's vague. Why? Because sometimes maybe patient on the beta blocker. And also مثل احنا يمكن اللي طلاب اللي اخذوا محاضرات طلعتهم محاضرات على البلس ريت، وقلنا يختلف البلس ريت من بيشنت لبيشنت، خاصه البيشنت اللي اتلتكس ميبي النورمال بلس ريت مالته يوصل لل 50، فهذا اللي يصير عنده تكيكارد يوصل 80 اللي احنا نقيسه نعتبره نورمال، بس هو لهذا البيشنت يعتبر تكيكارد لان هو النورمال مالته الريت هو 50. And sometimes in يعني بعض الأحيان من the body response to trauma مرات يصير paradoxical response بحيث إنه the patient is a response to the hemorrhage يعني in late stage even reach to the bradycardia not tachycardia. And also the blood pressure it is important to recognize hypotension. مثل ما قلنا هو من تعريف الشوك هو the hypoperfusion فهو it is hypotension. لكن also it is not يعني a good sign to diagnose the shock from the start because it is last sign of the shock. And also in some patient like also in children in يعني in well healthy man sometimes not to develop hypotension from the start of the bleeding even reach يعني dangerous stage without hypotension. And also it may be affected by the normal pressure of the patient. If the patient is already is hypertensive, so with the bleeding there is hypotension. This hypotension may be normal for other patient, but it is hypotensive for this patient because the patient is always is hypertensive. Treatment of the hemorrhagic shock. كان patient shock وعنده علامات وعنده sign symptom وشخصناه عن طريق فحوصات معينة. الخطوة المهمة إنه نعالج شلون ننطي حل أو نمنع مشكلة أو نمنع تطور هذا الهيموراجيك شوك. فكأي بي سي هي إنه الاي بي لاين ننطي فلويد والهاي فلويد أكوردنج مثل ما قلنا إحنا الكلاسيفيكيشن أو كومبنسيتد شوك أو دي كومبنسيتد شوك أكوردنج تو ذا ديجري أكوردنج تو ذا سيفيريتي. سمتايمز الشوك كان بي مانجد وذ أونلي IV fluid, sometimes need blood, and also sometimes need surgery to correct the cause, and also to correct the يعني the condition that occur due to the bleeding. Many condition may occur with the cause of the bleeding on other cause that cause the bleeding, maybe trauma or other condition. Well, مذكر المحاضرة. With the patient of the shock, with the start of station, there is a three phase: phase one, phase two, phase three. The phase one with the start of the resuscitation of the patient, with the start of the operation till reaching of the end of the operation. The phase two with this, يعني after stabilization of the patient condition and stopping of the bleeding and start large amount of the IV fluid. And the stage three is after reach the normotensive and good amount of the fluid or blood given to the patient. And each phase have يعني different symptom and different criteria from other phase written in the lecture. Other type of the shock after completing of the hemorrhagic or hypovolemic shock is the septic shock. Septic shock is vasodilatory. مثل ما قلنا انه اكو كلاسيفيكيشن اكو سب كلاسيفيكيشن، مرات السبتيك شوك والانفلكتيك شوك انواع اخرى تنحصر ضمن كلاس واحد اللي هو يسموه ديستربيوتيف او فازو دايليتري شوك.
هذا السبتك شوك انه هايبوتنشن راح يصير مثل ما هو هايبوفوليميا راح يصير هايبوتنشن لكن البلازما كاتيكول امين ار اليفيتد واند رينين انجيوتنسيس سيستم از اكتيفيتد. This is shock is mostly occur due to toxin released by the some type of bacteria will reach to the when reach to the level that يعني overcome the immune of the system. Treatment of the septic shock like any type of the shock it's intravenous fluid vasoactive agent because يعني plasma cytokine amine in this type of the shock is affected. Also surgical intervention to control the focus of the infection or the focus of the sepsis. And intravenous steroid sometimes may be need in the septic shock because it is يعني maybe metabolic response to the septic shock may be يعني corrected with the use of the steroid. And the last line is يعني سؤال لكم مطلوب من عندكم شنو الخطوات اللي تدخل بعلاج septic shock وهاي specific for the specific يعني important very important for the septic shock مطلوب منكم المحاضرة القادمة إن شاء الله. الكارديوجينيك شوك ومثل ما اسمه كارديوجينيك إنه الكوز due to the heart. This is إنه the pumping function of the heart is affected so connect the pumping the blood in the يعني in the ideal way to reach the blood to all over the body. So it is failure of the cardiac ventricle to the pump blood at the flow rate sufficient to maintain body perfusion. الابستركتيف شوك واللي هو احنا مثل ما حكينا بالبداية المحاضرة هو الميكانيكال obstruction of the venous return to the heart. The cause انه collection of the blood from the body to the heart. Neurogenic shock is affection of the sympathetic response of the body due to trauma mostly to the spinal cord so causes to the shock. And now reaching to the end of the our lecture. إذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار تحبون اللي يحب يرفع إيده. وهاي مثل ما قلنا المحاضرة هي مسجلة نزل أعتقد نتأكد نشوف رابط الحضور حتى نأكد على تسجيل الحضور. كان المفروض هو ينزل يعني بالتسعة نخليه انه هو ينزل دايركت لكن الظاهر ما نازل. انا مخليك انت يعني على انه ينزل بس راح انزل لكم الرابط.